تحياتي ليك يا كابتن خالد. اهلا بيك يا كابتن اسامه، وتحياتي للكابتن شطه. كابتن شطه بيسلم عليك كتير هنا خالد ازيك وبيشكر في التعاون اللي ما بينكم يعني. رحت انا كان مكتب الانتاج عشان تعرف كابتن شطه. لا الصوت علي، علي الصوت شويه عشان نسمع. تحياتي ليك كابتن اسامه، وتحياتي للكابتن شطه. وحشني. لا لا كده مظبوط تمام يا كابتن خالد. تمام. كل المواهب الموجوده في مصر وكل الناشئين منتظرين اختبارات النادي الاهلي بفارغ الصبر. قول لي بقى يعني امتى النادي الاهلي هيعمل اختباراته؟ وحددتوا الميعاد؟ الخطه الموجوده ايه اللي حاططها لجنه التخطيط وكابتن خالد بيبو بالاشتراك طبعا مع اكاديميه النادي الاهلي وكابتن شط؟ بص، في البدايه حابب اشكر الكابتن شط طبعا على التعاون اللي حصل بيننا السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا. بمنتهى الامانه كابتن شطه كان بيساعدنا في شغل كتير جدا، وكنا بنعتمد عليه في حاجات تفاصيل كتيره جدا، سواء لعيبه سواء مدربين سواء اداريين. احتاجنا اول ما بنحتاج لاي حد كابتن شطه طبعا بيكون موجود، وهو اللي بيمدنا بالعناصر المميزه، وفي تعاون ما بيننا بشكل كبير جدا. طبعا انت عارف الاكاديميه هي الاختيار رقم واحد بالنسبه لنا عشان نشوف مجموعه من اللعيبه المميزين. وانا عارف ان عند كابتن شطه لعيبه مميزين جدا، واخترنا الاماكن بتاعتنا. انت عارف انت موضوع الاختبارات موضوع مش سهل، موضوع ان انت ازاي ان الاولاد ياخدوا حقهم، ازاي تشوفهم بشكل كويس، لازم تبقى مرتاح. فاحنا عملنا استراتيجيه كده طويله عشان خاطر الاختبارات السنه دي هنشتغل بحيث احنا اختبارات السنه دي مش هتبقى اختبارات لفتره وخلاص، لا ده اختبارات تبقى اختبارات لطول السنه. ملاعب الاكاديميه موجوده بالتعاون مع قطاع الاكاديميه وكابتن شطه، هيبقى شغالين. هنبدا في مدينه نصر في البدايه، وبعدين هنتحرك على بقيه الفروع بتعاون كامل مع القطاع الاكاديميه وكابتن شطه. التاريخ امتى يا كابتن خالد هتبتدي؟ انت قلت لي يعني بدايه اليوم بالظبط، عشان من خلال قناه الاهلي هنا هنعلن، ويكون في الشريط دايما موجود بالمواعيد بكل حاجه. انت عارف احنا بس عشان خاطر الورقيات ولازم الموافقات كلها تخلص. احنا خدنا طبعا موافقه لجنه التخطيط بالخطه كلها بتاعت الاختبارات. كويس. لسه طبعا الجهه الاداريه والورق بيطبع، واول ما يجهز يعني تقريبا ممكن 16 يوم 16 لو الاختبارات لو الاجراءات 16/6 16/6 16/6 تمام. هنبدا بالاعمار السنيه، وهيبقى في ترتيب كامل للاعمار السنيه اللي موجوده بعدد معين، يعني مش هيبقى كل اللي يجي عايز يختبر يختبر في نفس اليوم، لا احنا محددين عدد معين عشان الملاعب. الاعمار السنيه يا كابتن خالد ايه، هتفتحوا كل الاعمار حتى اعمار سنيه كبيره، ولا هتبقى مقتصر على مجموعه معينه في الاعمار السنيه؟ في المرحله الاولى احنا هنبدا من 2007 لغايه 2013. اه وان شاء الله كاميرا الاشبال هتكون موجوده معاكم، بتغطي الحدث اول باول، وكل التغطيه ان شاء الله تكون موجوده معاكم. حاجه ثانيه ان شاء الله كل المواعيد وكل حاجه هنعلنها هنا عن طريق قناه الاهلي عشان كل الناس المتابعين، واي موهبه تحب تنضم للنادي الاهلي تكون ان شاء الله يعني موجوده في اختبارات النادي الاهلي باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن خالد، وبالتوفيق ان شاء الله في الموسم الجديد ان شاء الله. شكرا.